طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بعد الحدث. هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز الأحداث على الساحة اليمنية، نناقشها ونحللها مع ضيوفنا ونستضيف المعنيين بالأمر. وأبرز حدث حاليا هو المؤتمر أو الاجتماع المزمع عقده في مدينة جدة السعودية، و ستجتمع فيه جميع الأطراف المعنية بالأحداث الأخيرة في محافظة عدن والعاصمة المؤقتة عدن. سنناقش هذا الموضوع ولكن بعد هذا التقرير مشاهدينا. عندما أعلنت السعودية انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 من خلال تحالف دولي ضد انقلاب الميليشيا الحوثية، أوضحت حينها أسباب ومبررات القرار، والتي كان من بينها دعم الحكومة الشرعية والاستجابة للدعوة التي رفعها الرئيس اليمني الشرعي عبد رب منصور هادي. أكدت السعودية وقتها في بيانها الرسمي أن وحدة اليمن وأراضيه هدف أساسي تحرص على تحقيقه طوال هذه الحرب التي تقودها لعودة الشرعية ودحر الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل نظام طهران، ومن ثم ترك الشعب اليمني فيما بعد يقرر مصيره ويحدد النظام الأساسي الذي يتطلع إليه. ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، والسعودية عبر قيادتها وكبار مسؤوليها لم تترك مناسبة أو مؤتمرا دون أن تؤكد على موقفها الواضح والصريح تجاه وحدة أراضي اليمن ودعمها المستمر للحكومة الشرعية. الموقف السعودي ثابت في كل الأحوال والظروف، ولا يمكن له أن يتبدل تحت أي مستجدات ومحاولات لاختراق الأهداف الأصيلة لأعمال التحالف وأهدافه. ولعل المجلس الانتقالي لم يرتدع بعد محاولته الأولى للالتفاف على الشرعية والدعوة صوب الانفصال في استغلال غير أخلاقي للوضع العام المحيط باليمن كدولة ما زالت تحت علم واحد وأرض واحدة. لم يكن الموقف السعودي ممثلا بما ورد عن التحالف فقط، بل أعلنت السعودية موقفها الرسمي عبر بيان وزارة الخارجية، ثم تصريحات نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وكذلك تصريحات الوزير عادل الجبير. ولعله من المؤسف وغير الجديد أن يجد الحوثيون من يرمي لهم بطوق النجاة، ويترك في الجانب الآخر من يحاول المساس بالتحالف من خلال فتح ثغرة في جداره المتين عبر محاولة انقلابية جديدة على الشرعية من قلب عدن. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى الاجتماع في جدة للملمة الجراح والتفاوض على ما يحفظ اليمن ووحدته، ويبعد عنه كل ما يدعم العدو ويساعده على تقويض استقرار اليمن، وإعطاء الحوثي وداعميه من العملاء والدول المعادية الاستقواء لاستمرار الانقلاب على النظام الشرعي. ولعله من المؤكد أن اجتماع جدة هذه المرة سيكون مختلفا تماما، وستصل فيه الرسالة الكاملة الصارمة للانتقال وبن بريك والعيدروس أن هناك هدفا أساسيا ممثلا في الشرعية لا يمكن المساس به أو الالتفاف عليه، وسيظل هذا التحالف قائما بقوة وصمود مهما حاول البعض الاقتراب من ثوابته قريبا كان أم بعيد. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. للاستفاضة حول هذا الموضوع، حول الاجتماع الذي سيقام في محافظة جدة السعودية، سينضم إلي المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. أبدأ معك من حيث انتهى التقرير. لعله من المؤسف أن يجد الحوثيين من يرمي لهم بطوق النجاة من خلال أحداث كثيرة لا تخدم الشرعية ولا تخدم التحالف ولا تخدم المعركة الكبرى ضد هذه الميليشيات. كيف تنظر للواقع اليمني حاليا في ظل هذه المعطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. إذا نظرنا إلى المشهد اليوم فإنه يتسم مع الأسف الشديد بمزيد من التشظي ومزيد من التعقيد، وخاصة بعد أحداث عدن التي وجهت ضربة قاسمة للقضية اليمنية بشكل عام وللأهداف المخلصة والنبيلة
للتحالف العربي لدعم الشرعية في عودة السلطة الشرعية. ومع الأسف الشديد الذين دعموا هذه التوجهات الانفصالية لتجزئة وتقسيم اليمن هم في الواقع لم يراعوا الحاجات القومية العربية أو متطلبات الأمن القومي العربي في بقاء يمن قوي ومتحد يمكنه أن يؤمن مضيق باب المندب وأن يؤمن الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، ويمكنه أيضا أن يؤمن العمق الجزيرة العربية أو العمق الاستراتيجي لليمن وهي المملكة العربية السعودية، ولكنهم لم يأخذوا بهذه الأسباب أو بهذه المتطلبات للأمن القومي العربي والأمن القومي الإقليمي والأمن الوطني السعودي، ودفعوا بنا إلى ما نحن عليه الآن من مأزق الحقيقة، ليس فقط مأزق التقسيم وإنما مأزق تعزيز الوجود الإيراني في شمال اليمن وتهديد المملكة العربية السعودية وإبقاء شمال اليمن يعني ساحة لتوجيه التهديدات المملكة العربية السعودية، لأنه بتمزيق اليمن يسهل الحقيقة على الإيراني وغير الإيراني من القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد خيرا لليمن والمملكة العربية السعودية، يسهل عليها السيطرة على أجزاء اليمن المتفرقة ويسهل عليها العبث بالخريطة السياسية والأمنية للجمهورية اليمنية. نعم. في ظل هذا التشطير. نعم، تاريخيا يعني لطالما مثلت المملكة ثقل سياسي على المستوى اليمني، على مستوى القبائل اليمنية، على مستوى أطراف المنظومة السياسية اليمنية شمالا وجنوبا، ومؤخرا كان هناك لقاءين جمعا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مع خادم الحرمين الشريف الملك سلمان ومع ولي عهده. يعني الكثير قرأوا عن تحدثوا عن هذا اللقاء وقرأوه من زوايا كثيرة، كيف تقرأ هذا اللقاء؟ هو في الواقع اللقاء بين فخامة بين الملك سلمان ابن عبد العزيز قادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفخامة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، والحقيقة عزز الثوابت السعودية اليمنية المشتركة ويعني ردم أي مجال لوضع هو أو مساحة أو مسافة بين البلدين، وهو ما كان يؤمل في الحركة الانفصالية في جنوب اليمن. ولكن اللقاء الحقيقة أكد الثوابت الوطنية السعودية وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت هو الحقيقة أعطى يعني ثقة لدى الحكومة اليمنية بأن الموقف السعودي لم يتغير وأن الرياض مستعدة لتصحيح هذا الوضع عبر الضغط حينا والمفاوضات حينا آخر. وفخامة الرئيس الحقيقة لم يتأخر في أنه يوفر الدم اليمني والاقتتال في شوارع عدن، والحقيقة المجتمع الدولي والإقليمي والعربي ينظر باعتزاز كبير لفخامة الرئيس باعتبار أنه يعني لم يطيل معركة صنعاء عدن وإنما يعني وضع وأعمل صوت العقل. نعم، واتسم تصرفه بالحكمة التي توفر دماء اليمنيين، ولكنه كان واثق بشريكه وحليفه الشمالية المملكة العربية السعودية. وبالفعل اليوم المملكة ونتيجة لتعهداتها والتزاماتها للرئيس والشعب اليمني والأمة اليمنية بسياسية
ومجتمعها ومكوناتها كافة، اليوم يعني تمارس ضغط شديد الحقيقة على المجلس الانتقالي، ويعني تأمل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن تمارس نفس الضغط من أجل تصحيح الوضع وإعادته إلى ما كان عليه احتراما للشرعية ويعني تكريما وتعزيزا لوحدة اليمن، وبالتالي أيضا وصولا إلى الأهداف الرئيسية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل في تحرير الأراضي اليمنية من أي من النفوذ الإيراني ومن أي حركة يعني سياسية انعزالية متمردة على النظام العام في الجمهورية اليمنية. كما أسلفت يعني موقف المملكة كان ثابتا منذ انطلاق عاصفة الحزم، واضح في جزئية وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وتؤكد دائما على هذا الأمر، تصريحات للأمير خالد بن سلمان، تصريحات أيضا للوزير خالد الجبير. لكن في الطرف الآخر دكتور سليمان، يعني هناك أطراف وفي إطار التحالف نفسه تتبنى بطريقة غير مباشرة، نستطيع أن نقول موقفا مغايرا، بدعمها لكيانات خارج إطار الشرعية أو تتمرد على هذه الشرعية. في الواقع نحن كمراقبين سعوديين ويعني محللين الحقيقة نحن مصدومون حقيقة بالموقف الإماراتي من قضية الجنوب ومن عدن، وإن كان لم يفاجئنا لأنه كان واضح أن هناك يعني دعم للحركة الانفصالية بالمال والسلاح والعتاد والتدريب، ولكن كنا نعتقد أن هذا يأتي في إطار دعم المقاومة الشعبية وليس من أجل دعم انفصال اليمن وتشطيره. وقد أخذنا على حين غرة عندما يعني انسحبت القوات الإماراتية، ثم جرى ما جرى وكأن هناك مخطط مرسوم ومتفق عليه بين الجانبين للغدر أهداف المقدسة للتحالف العربي في تحرير اليمن من النفوذ الإيراني وإعادته إلى الحظيرة العربية وإلى أن يكون عضوا فاعلا في الأمن القومي العربي ويؤدي دوره العروبي المعتاد كما عهدنا اليمن. لكن الذي حصل انتكاسة الحقيقة تعطينا مزيد من الدروس ومزيد من العبر لما وصلت إليه الحالة العربية والفشل الذريع الذي أصاب التحالفات العربية العربية، والذي يعني جعل من المهمة السعودية الخليجية في اليمن اليوم مهمة معقدة وتواجه تحديات ليس بفضل العدو وإنما بسبب الصديق، وهذه ينبغي أن يؤخذ منها الدروس. طيب يعني هو ولو قاطعتك دكتور سليمان، يعني يفترض أنه كان هناك غرفة عمليات مشتركة ما بين التحالف العربي وأيضا الحكومة الشرعية، التحالف بجميع أطرافه والحكومة الشرعية، هل يعقل أن المملكة العربية السعودية لم تدرك هذه التفاصيل كلها؟ يا أخي الكريم، الإمارات عندها وجهة نظر بالحكومة اليمنية كلها وبمكوناتها الحزبية وبجيشها، ونحن لنا وجهة نظر أخرى. نحن يا أخي تعودنا في المملكة العربية السعودية لا نتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية وخاصة اليمن، يعني لا نتدخل في تشكيل حكومات ولا نتدخل في تشكيل جيش ولا نقول لا نريد هذا الحزب أو نريد هذا الحزب، هذه مهمة وطنية يمنية يديرها اليمنيون وليس لنا حق، ونعتقد أن ليس لغيرنا أيضا حق في أن نحفر أنفه في هذا الموضوع. فنحن الحقيقة سمات سياستنا الخارجية يعني اتضح أنها تختلف عن الآخرين،
وأننا في واد وهم في واد آخر. لأنه مو ممكن يا أخي أن نقول لا يبعد هذا الحزب من الحكومة ويصفى هذا الحزب وتصفى هذه الجماعة وتصادر هذه، هذا عمل لا يتسم بالحكمة. وأنا أعتقد أنه يعني عمل يتسم بالتدخلية الفاقعة المسيئة الحقيقة للعلاقات العربية العربية والمسيئة لحسن الجوار، والتي يعني تشكل الحقيقة مبعث، ليس مبعث قلق فحسب وإنما مصدر للتوتر. والمملكة العربية السعودية لم يكن في تاريخها حادثا واحدا نظر إليه واعتبر أنه مصدر لتوتير الأوضاع العربية، وإنما كانت منهلا للحكمة ولجمع الصف وتوحيد الكلمة. وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية اليوم يعني في هذا الموقف الذي يعني مع الأسف الشديد وصلنا إليه، لأنه كان هناك في الموقف السعودي مثالية في الحكمة، مثالية في العلاقة، مثالية في النظرة والهدف من أجل المصير المشترك. الآخرون نظروا إلى مصالحهم. طيب نعم دكتور، في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا الواقع الذي تحدثت عنه، ما هي الخيارات التي أمام الحكومة الشرعية والخيارات التي أمام التحالف أو بالأحرى المملكة العربية السعودية؟ اترك التحالف، لا تحدثني عن التحالف. التحالف الآن الخيارات اللي أمام المملكة. أنا الحقيقة من اليوم رايح غير مؤمن بالحديث أنا شخصيا عن التحالف، لأنني لا أرى أنه يمثل سياسة واحدة، وأنا غير مجبور أني أتحدث باسم التحالف. أنا أستطيع أن أحلل الموقف السعودي لأنه واضح. أما الدول الأخرى التي تظهر شيئا وتبطن شيئا آخر، أو ترسم شيئا وتقول شيئا وتعمل على الأرض عملا مختلف، لا أستطيع أن أتحدث باسمها ولا أن أفسر يعني سياستها. هذا شأن يهم الآخرون. ولكن أنا الذي أستطيع أن أتكلم فيه وأفسره وأحلله هو السياسة السعودية العاقلة الحكيمة التي ترنو إلى يمن آمن مستقر تديره حكومة مركزية قوية. هذا مصلحة في مصلحة قومية ومصلحة سعودية ويمنية البلدين كلاهما، وفيه مصلحة دولية. إذا كان في اليمن حكومة قوية سيأتمن العالم على سلامة البحر الملاحة في البحر الأحمر وخاصة في جزره الجنوبي وفي مضيق باب المندب، ويرتاح الإقليم كله من هذا العبث الموجود الآن في اليمن. ونعم ونكون جيران لبلد مستقر ومنتج وشعبه يتمتع بالاستقرار وباقتصاد جيد وحياة اجتماعية نعم. يعني كريمة. دكتور سليمان، يعني هو المتتبع للسياسة السعودية تاريخيا يلاحظ مدى المرونة التي تتعاطى فيها السعودية وكل الفرص التي تتيحها لجميع الأطراف المعنية أن تراجع نفسها وتراجع أيضا سياساتها. لكن في الطرف الآخر في موضوعنا الحالي، هناك مؤتمر أو اجتماع قادم في مدينة جدة السعودية، وستجتمع فيه جميع الأطراف المعنية بالأمر من حكومة شرعية إلى مجلس انتقالي جنوبي. كاستشراف للمستقبل ولمخرجات هذا المؤتمر أو الاجتماع، ما هي توقعاتك؟ أولا، لن يعقد هذا الاجتماع إلا بعد انسحاب القوات الانفصالية من مؤسسات الدولة جميعا. ماذا لو رفضت؟ لو رفضت يفرض الضغط عليها وعلى من يواليها. ولابد أن يوضع برنامج عمل لهذه المهمة، لأنه وسبق الحقيقة أن التحالف هدد باستخدام القوة، ونحن ننتظر
إذا رفضت مجلس الانتقال رغم أنه تحده، ولكن ما أعتقد أنه في مستوى أنه يواجه يعني سلاح جو يعتبر من أكبر. هو بن بريك، يعني بن بريك أثنى على صمود الحوثي لمدة 5 سنوات في آخر تصريح له. هذا أنا الحقيقة وصفته بالإرهابي، وهو وذلك انطلاقا من مسيرته التي انغمس فيها بالعمل الإرهابي منذ البداية وحتى النهاية، ومن أنصار الشريعة وحتى الآن، واغتيال الأئمة والدعاة والمؤذنين والخطباء، وهذا واضح لكل ذي لب. وأنا ما يهمني هذا الشخص وأقواله وأفعاله، لأنه في الأساس هو عبء على من ينتمي إليهم، ولا أعتقد أنه سيكون رصيدا ملائما لهذه الحركة، بل سيسيء إليها كما أساء لها عيدروس الزبيدي بتقلباته وبأعماله ومواقفه. نعم. وعلى كل حال أعتقد أن المملكة العربية السعودية، ولا أقول التحالف، ستصر على الانسحابات كلها من المواقع الحكومية ومن مواقع الجيش اليمني الرسمي المعترف به دوليا، وإذا لم يتحقق ستضغط، وإذا لم ينفع الضغط من الممكن أن يلجأ إلى القوة المسلحة ويدرج هؤلاء ضمن الجماعات الإرهابية التي الموجودة في صنعاء والتي تحارب الشعب اليمني وحكومته المنتخبة. سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، مداخلة صريحة وشفافة من قبل الأستاذ سليمان العقيلي، والاستفاضة أكثر عما يحدث في الميدان. معنا أحمد ماهر الصحفي من العاصمة المؤقتة عدن، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم كافة مشاهدين القناة. أستاذ أحمد، حدثنا عن آخر المستجدات وأبرز الأحداث حاليا في العاصمة المؤقتة عدن. لا زال الوضع مثل ما هو عليه في العاصمة المؤقتة عدن، ولا يوجد أي مستجدات. لم ينتخب غير الانتقالي من مؤسسة ومعسكرات الدولة، ولكن المستجدات في الرياض هي الاجتماعات التي وقعت، وقرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لتخطي هذه الأحداث التي وقعت في عدن. كان هناك أنباء أنه المجلس الانتقالي انسحب من بعض الأماكن التي سيطر عليها في الأحداث الأخيرة. لم ينسحب إلى حد الآن من أي موقع تم السيطرة عليه، فقط انسحب من معاشير ولم ينسحب من أي مكان، وأعلنها صريحة أمام العالم عبر الناطق الرسمي المجلس الانتقالي أو عبر نائب المجلس رئيس المجلس الانتقالي وعبر قيادة المجلس الانتقالي، انهم لن ينسحبوا، وخيار الانسحاب ليس موجود طاولة امامهم. هذا هو كلامهم الذي قالوه امام العالم باكمله. في ظل هذا الواقع، يعني كتحليل من قبلك، يعني هل وصلنا الى مفترق طرق في القضية اليمنية وتحديدا في جنوب اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن؟ لازال الحل بيد فخامة رئيس الجمهورية، هو صاحب القرار وهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يحدث الآن في عدن. هو الوحيد الذي يستطيع الضغط على التحالف العربي، وهو الوحيد الذي يستطيع مخاطبة المجتمع الدولي بما يحدث في عدن، والوحيد الذي يستطيع منه بقرار واحد أن يحل الأزمة التي تحدث الآن في المناطق الجنوبية. والتحالف العربي لن يخرج عن شرعية الرئيس هادي، لأنه متواجد في الجمهورية اليمنية بالمحافظات الجنوبية والشمالية بحسب طلب فخامة الرئيس هادي، يعني هو الذي أعطى لهم الشرعية، فهو الذي يستطيع أن يسحب الشرعية من أي شخص، إن كانوا القيادات التي انقلبت عليه في المحافظة الجنوبية أو الشمالية، أو إن كانوا القوات التي جاءت من الخارج. مؤخرا يعني شاهدنا وسمعنا وقرأنا عن كثير من الاعتقالات التي في العاصمة المؤقتة عدن، وتطال الكثير من أبرز النشطاء وأيضا من أبرز من شاركوا في دحر ميليشيات الحوثي الإنقلابية من العاصمة المؤقتة عدن. هل لازالت هذه الاعتقالات مستمرة؟ وحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي تحصل حاليا في العاصمة المؤقتة عدن. لأن الوضع في عدن ليس موجود فيه دولة، ولأن ليس موجود وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، فطبيعي أن يحدث مثل هذه الأعمال التخريبية
أو الأعمال المناطقية من قبض على بعض الأفراد بالحماية الرئاسية أو بعض الضباط، وتم إصدار بيان من الحماية الرئاسية يبلغ فيها أن هناك ضباط من التابعين لهم تم القبض عليهم. وهذا للأسف الشديد إنما يدل أن هذه ليست أخلاق رجال دولة أو قيادات كانوا رجال دولة. حتى أنت تعرضت لتهديد حسب ما قرأنا أستاذ أحمد. الكل مستهدف وليس أحمد وليس غيره. نحن في ظل لا دولة في عدن. ليس أحد ليس أحد تفضل. نعم، تحدث عن وزارات، يعني وزارات علقت أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، أيضا وزارة الإعلام، مصلحة الهجرة والجوازات، وسط هنا مثار الاستغراب وسط إدانة من قبل الانتقال، يعني جماعة طردوا الحكومة وثورة يا جنوب، وبعدين يريدون أن يعني في الأخير يريدون أن تعود مؤسسات الدولة ويستمر العمل بشكل طبيعي. بالنسبة لي شخصيا أرى أن إيقاف عمل بعض الوزارات هو أمر خاطئ، لأن المتضرر منه المواطنين وليس المجلس الانتقالي ولا قياداته. المجلس الانتقالي تمتلك أكثر من جواز، إن بعض جوازات إماراتية وبعضها جوازات خارجية وبعضها يمنية، لكن المواطن إحنا الآن في حالة حرب، هناك جرحى في جبل الساحل الغربي وجرحى عملية الحماية الرئاسية، يحتاجون إلى جوازات، يحتاجون إلى معاملات، هناك معاملات في وزارة الداخلية. بيّن أن الوضع في عدن خطير وأن الدولة ليست موجودة، لكن أطفال مثل هذه المصالح وخاصة بضمحة الحوالي المدنية، هناك أولاد يستلمون شهادة ميلاد، أما نقفل هذه الأعمال النظر مجلس الانتقالي والنظر التحالف، نحن نظر المواطن. يعني هي بصراحة هذه القرارات كانت مستعجلة، ونحن لا نعيد مثل هذه القرارات، نتمنى مراجعتها لأنه تضرر منها المواطن، ونحن لا نتمنى أن نضر المواطنين. حدثنا عن وضع المواطن حاليا، بما أنك طرقت إلى وضع المواطنين في عدن، حدثنا عن وضع المواطنين حاليا. هناك في الطرف الآخر البعض يقول أن الكهرباء لم تعد تنطفئ وأن الوضع أصبح أفضل من السابق. أنت قريب من عدن وتدرك كل الإدراك حقيقة ما يدور هناك. بالنسبة للكهرباء فكانت مدة يومين فقط لا تنطفئ، لأن الأحمال توقفت عنها في فترة العيد. أكثر المحلات التجارية والمولات توقفت عن العمل، فكان هناك تخفيض في الطاقة في الأحمال، فاستطاعت أن بعض المناطق أن تعمل بشكلين دائم. فبعض المناطق والآن عندما عادت هذه المولات وبعض المحلات التجارية للعمل، تم خفض كثرة الأحمال على الشبكة الكهربائية ورجعت الانقطاعات مثل ما كانت، وهذا شيء روتيني، يعني شيء معروف. أنا حتى كانت تحدث في أيام الشتاء أن هناك برودة على الأجهزة وتضطر أن يزيد قوة الإنتاج وينقص الأحمال عنها، فمستوى الكهرباء يرتفع. هذا لا يحتاج إلى انتقالي ولا غير انتقالي، هذه مشكلة أحمال الكهربائية فقط. وقد أوضحت وزارة الكهرباء ببيان رسمي ماذا حدث. الأوضاع في العاصمة والقطاع أيضاً لم تتحسن ولم يتغير فيها شيء، لازالت مثل ما هي، لازالت بعض مؤسسات الدولة تمارس أعمالها مثل ما هي، ولكن هناك إعلام يصور أن الوضع الآن أفضل في عدن، ولكن الوضع الآن أسوأ. فالآن لا يوجد وزارة داخلية مثل ما أخبرتك، المواطن لا يستطيع أن يقدم بلاغات بعض الشرط، ولا يوجد وزارة نقل لديها مسؤولة عن المعاملات التجارية في المداخل والمخارج والمنافذ النقل داخليا وخارجيا لليمن. وأيضا مثل ما قلت لك أن الجوازات والحوالي المدنية هي أمر ضروري يهتم بحياة المواطنين وإغلاقها في يوم خاطئ. في ظل هذه المعطيات التي تحدثت عنها، يعني وكاستشراف أيضا للمستقبل، في ظل هذه المعطيات كيف ترى مستقبل العاصمة المؤقتة عدن، أو مستقبل الأحداث الحاصلة حاليا يعني كاستشراف له؟ أولا لابد على الرئاسة اليمنية أن تصحح علاقتها مع التحالف العربي، نريد إعادة صياغة دخول التحالف العربي إلى اليمن. هل دخل التحالف العربي من أجل إعادة الشرعية اليمنية ومساندة الرئاسة، أو هل دخل من أجل تقسيم اليمن ولديه مشاريع أخرى خارجة عن نطاق المخرجات الحوار الوطني أو غرارات الأممية؟ للأسف الشديد نحن لا نعلم ماذا يعمل التحالف في بعض المحافظات الجنوبية، والرئاسة صامتة عن بعض الأعمال التي تحدث في عدن وفي بعض المحافظات الجنوبية. بعض المحافظات الجنوبية أصبحت منقسمة، قسم يتبع دولة الإمارات، وقسم يتبع المملكة العربية السعودية، وقسم منفصل بذاته، وهذه كلها أشياء خاطئة.
نحن نظل رئاسة واحدة، نظل دولة واحدة، نظل حكومة واحدة، وهذه التفرقات بين المحافظات أو هذه الأعمال لن تساعدنا على بناء دولة ولن تساعدنا على الانتصار، ولهذه كلها تصف في نظر هذا الهوثيين ومستفيدين من نشر الفوضى في الحاضر الجنوبية، ومستفيدين من وجود الانشقاقات في الحكومة الشرعية، ومستفيدين من هذه الأحداث التي تدور الآن. فعلا يعني هنا يعني تصفيق الحوثي وأيضا فرح الحوثي بهذا الشتات من قبل القوات التي كان يفترض أنها جميعا متوحدة في يعني القضاء على هذا الكهنوت الحوثي. الآن نشاهد أن أطراف المنظومة السياسية تفرغت بالأحرى للحرب البينية ما بينها البين، على ماذا يدل هذا؟ الحوثي سعيد لما يهدف في العاصمة المقاطعة عدن، بل يتمنى أن ينفصل الجنوب عن الشمال، حتى يثبت العالم كله أنه كان رؤية صحيحة وأنه حربه لجنوب 2015 كان حربا صحيح، لهذا هو يدعم انفصال الجنوب عن الشمال حتى تنتهي الشرعية اليمنية وتنتهي الرئاسة وتنتهي كل شيء ويعود هو من جديد لغزو المحافظة الجنوبية مثل ما فعل في 2015. نرى الآن أنا على اتحاد تصحيح علاقته مع الشرعية وعلى الشرعية أن تنظر نظرة أخرى للحداثة التي حدثت في عدن، أن تستفيد من الأخطاء السابقة، أن تدعم المؤسسة العسكرية للدعم الذي تستحقه، أن حتى وزير الداخلية صرح أنه يحتاج إلى الكثير من الدعم وأن الاتحاد لم يدعمه بالشكل المطلوب. كل هذه الأحداث الشديدة لابد أن نستفيد منها، لابد أن نعيد تفكيرنا في الأخطاء السابقة التي حدثت في عدن. المؤسسات في عدن تحتاج إلى دعم شديد، لا نحتاج على برنج أو تأهيل بعض المؤسسات، نحتاج إلى بنية تحتية في العاصمة المقاطعة عدن، نحتاج إلى أشياء كثيرة. هذه الأشياء إما تدعم نحن فيها التحالف العربي أو تتكفل فيها الرئاسة اليمنية وتبني مشاريع صحيحة يستفيد ويلتمسها المواطن في حياته اليومية. الصحفي أحمد ماهر من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، حدثنا الصحفي أحمد ماهر عن الوضع هناك في العاصمة المؤقتة عدن، وبعمومية مشاهدينا الكرام المواطن البسيط، المواطن في الداخل هو الذي يعاني، هو الذي يكابد، هو الذي يدفع ثمن كل هذه الحروبات المتتالية التي يخوضها اليمنيين منذ العام 2015. كانت حربنا ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية، الآن أصبحت التيارات أو الأطراف التي يفترض أنها في مترس واحد ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصبح هناك حرب بينية ما بينها البين. في الطرف الآخر أيضا مشاهدينا الكرام، هناك جهود حثيثة من قبل الحكومة الشرعية. اليوم التقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بنائب الرئيس وأيضا رئيس الوزراء وأيضا بمستشاريه، وكان اجتماعا استثنائيا لقيادة الدولة، ضم نائبه الفريق محسن ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وزير الداخلية أحمد الميسري، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي. في الاجتماع رحب فخامة الرئيس بالجميع مستعرضا جملة التطورات على الساحة الوطنية وأيضا تداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مستهدفة مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار الوطن. غدا إن شاء الله أيضا سيكون هناك اجتماع للحكومة الشرعية في السفارة اليمنية في الرياض، كان يفترض أن هذا اللقاء سيكون اليوم لكنه أجل إلى الغد إن شاء الله. للاستفاضة أيضا أكثر مشاهدينا الكرام حول مؤتمر جدة أو اجتماع جدة، سينضم إلي المحلل السياسي محمد جميح. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مشهد يمني جديد فرضه الإنقلابيين في العاصمة المؤقتة عدن، كيف يمكن توصيف هذا المشهد؟ طبعا أخي العزيز، يعني ما جرى في عدن يعني إن قلنا أنه يعني يصب في المقام الأول في مصلحة الحوثيين، صحيح. لأنه يعطي الحوثيين الذريعة بأنهم الأولى بضبط الأوضاع، لأن مناطق الشرعية تظهر بهذا الشكل، وبالتالي شاءوا أم لم يشاءوا، قصدوا أم لم يقصدوا، المجلس الانتقالي بخطوته التي قام بها في عدن يخدم الحوثيين الذين يقول بأنه يقاومهم ويقاتلهم. نعم. في الطرف الآخر وجهت المملكة العربية السعودية دعوة للأطراف المتنازعة لاجتماع هنا في مدينة جدة السعودية، يعني ما هي أدوار لقاء جدة في
حلحلة العقد الحاصلة وبناء قواعد جديدة ومقبولة لإعادة الوضع الطبيعي إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ يبدو في إشكالية مع في الاتصال، سنعاود أو سيعاد الزملاء في الكنترول الاتصال بالدكتور محمد جميحي. لذلك كثير من الكتاب وكثير من المحللين السياسيين مشاهدينا الكرام تحدثوا عن الأحداث الحاصلة في عدن، وأيضا تحدثوا عن مؤتمر جدة الذي يعنى بالشأن اليمني. هنا الكاتب مشاري الزايدي تحدث وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لعل هذا ما يحصل أو ما يصلح الاستشهاد به تجاه الأزمة الحادة التي أصابت عاصمة الحكومة الشرعية اليمنية عدن خلال الأيام الماضية. الجميع إلا من خدع نفسه كان يدرك قرب هبوب العاصفة، لكن لا ندري متى. بحسب تعبير الكاتب، التصعيد كان عاليا جدا في الخطاب التعبوي لجماعة المجلس الانتقالي أنصار فكرة الانفصال ضد البقاء في كيان الدولة اليمنية الواحدة حتى بصيغتها الاتحادية المرنة بحسب تعبيره. وكانت أجواء مشبعة بوقود الحرب تنتظر فقط شرارة ما، كانت هذه الشرارة بمقتل القائد الميداني أبو يمامة اليافعي رمز الغضب الجنوبية الانفصالية عسكريا. هذا الحادث مدبر أم من الحوثي أو الداعشي، خاصة مع تزامن اغتيال الرجل مع هجوم صاروخي على طابور عرض عسكري؟ كلا الهجومين تحمل المسؤولية عنهما الحوثي وداعش، إلا أن جماعة المجلس الانتقالي ركزوا هجومهم الإعلامي والعسكري على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي بحجة أن الشرعية تدار من قبل حزب الإصلاح اليمني بين قوسين الإخوان المسلمين، وهو العدو الرئيسي إذن الشرعية اليمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. أيضا تحدث الكاتب مشاهدينا الكرام، قال تحدث أن مصدر في وزارة الخارجية السعودية قال أن بلاده وجهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثانية المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى. سيعود لي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، قبل أن ينقطع الاتصال كنت قد سألتك، يعني في ظل الوضع الحالي في ظل هذه المستجدات، يعني ما هي أدوار اللقاء الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة جدة السعودية في حلحلة العقد الحاصلة وبناء قواعد جديدة ومقبولة لإعادة الوضع الطبيعي في العاصمة المؤقتة عدن؟ أخي العزيز، المخرج لما كان في عدن هو إنما نشترك المجلس الانتقالي مع الحكومة في قيادة المرحلة. أما ما يطرحه المجلس، لا أدري إن كنت قلت ذلك قبل أن ينقطع الخط أم لا، ما يطرحه المجلس من شعارات يحاول أن يدغدغ بها مشاعر بعض الأنصار في محافظات الجنوبية، فأنا أعتقد أن هذه الشعارات سياسية. يعرف المجلس ذاته بأنها لن تتحقق نظرا للظروف الإقليمية والدولية وحتى الحالة الوطنية الراهنة في اليمن، لا تسمح بتحقق الشعارات الجماهيرية التي يرفع من سقفها المجلس الانتقالي. يمكن أن يخرج اجتماع جدة بإعادة هيكلة للشرعية اليمنية بشكل عام من أجل تقويتها، بحكومة يمكن أن تكون جديدة يشترك فيها المجلس الانتقالي، بتوافقات معينة داخل مؤسسة الشرعية، على أن يتخلى المجلس الانتقالي عن خطابه التعبوي وعن خطابه العدائي لمكونات المجتمع اليمني، وأن يتسم بروح المسؤولية، وإذا ما أراد ذلك فعليه أن يتحول إلى حزب سياسي، لأنه لا يمكن للحالة الثورية الراهنة أن تستمر. في الأخير لابد أن يتحول إلى حالة سياسية يشارك في حكومة، وأنا أعتقد أن المجلس الانتقالي ربما يقبل بهذه الصيغة من الحل. أما ما يطرحه من مطالبة بسلطة تمثيل المحافظات الجنوبية وأن يكون هو الممثل الوحيد لهذه المحافظات، فأنا أعتقد أن هذا من قبيل
رفع السقف الذي لن ينجي في شيء لسبب بسيط، وهو أن المجلس الانتقالي ليس الوحيد في الجنوب ولا يمثل الجنوبيين بمفرده، هناك مكونات سياسية واجتماعية مختلفة في داخل الساحات المحافظات الجنوبية، لا يمكن المجلس الانتقالي أن يدعي إلغاءها أو أنها غير فاعلة وأن يحتكر تمثيل المحافظات الجنوبية بمفرده. يجب أن يكون هناك نوع من التعقل من طرف الحكومة بالانفتاح على مشاركة المجلس الانتقالي، ويجب أن يكون بالمقابل هناك نوع من التعقل من المجلس الانتقالي بالتخلص من الخطابات الرنانة والشعارات الخطابية والقبول بالحلول الواقعية التي تضمن بقاء اليمن تحت سلطة شرعية واحدة. أما أن يقول المجلس بأنه يقبل بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي ولكنه يرفض الحكومة، أو أنه يقبل بسلطة الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي ولكنه يريد أن يستقل بالجنوب، فأنا أعتقد أنه يقدح في هذه الشرعية، لأنه الشرعية التي يؤمن بها أو يقول إنه يؤمن بها هي شرعية الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. صحيح. ومنصور هادي هو رئيس اليمن الواحد حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا داعي لأن يناقض المجلس الانتقالي نفسه بالقول بأنه يعترف بشرعية الرئيس الذي يمثل اليمن من صعدة إلى عدن، ثم يقول بأنه لا يقبل بعودة الأوضاع إلى يعني لا يقبل بأن يكون الجنوب ضمن دولة واحدة. هذا نوع من التناقض، إما أن تقول بأنك تريد الجنوب مستقلا ومنفصلا ولا تعترف بشرعية الرئيس هادي، وإما أن تقول بأنك تعترف بشرعية الرئيس هادي وتعترف بأن هذه الشرعية تشمل اليمن كله، لأن هادي ليس رئيسا للجنوب وحسب. البعض يقول الدكتور محمد، يعني البعض قد يقول أنه يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو يعني ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، البعض يقول أنه الحكومة شرعية والجيش الوطني وفي جميع الجبهات، كنا نعاني من حالة ركود كبيرة في جميع الجبهات، والوضع الحالي قد يشكل مثابة غربلة لجميع هذه الأشياء، سيتم استيعاب مثلا المجلس الانتقالي الجنوبي مثلا في مؤتمر جدة، سيتم استيعاب أيضا المؤتمر الشعبي العام مع وجود طبعا الكثير من كوادره في الحكومة الشرعية، لكن سيتم استيعاب كوادر أخرى أيضا من المؤتمر الشعبي العام جماعة 2 ديسمبر. فكيف تنظر لهذه الرؤية أو لهذه النظرة؟ هو الأمور كلها تعتمد على طريقة التناول. يمكن أن تكون تمرة، يمكن أن تكون جمرة، يمكن أن تكون منحة، يمكن أن تكون محنة. طريقة التناول، طريقة تناول الأحداث، وطريقة التعامل مع الأحداث، وطريقة التعاطي مع المستجدات، والنتائج التي سيقول عنها اجتماع جدة. ما جرى في عدن هو في الحقيقة يعني حركة تمرد ضد حكومة شرعية، وهذا لا يمكن أن يوصف إلا بهذا الوصف، لكن يمكن أن يكون الحجر التي حركت المياه الراكدة كما أشرت أخي الكريم. يعني ما جرى في عدن سلط الضوء على ضعف أداء الشرعية، على ضعف هيكل الشرعية، على ضعف تشكيلات الحكومة الشرعية العسكرية والأمنية، وبالتالي يجب بالفعل أن تكون هناك مراجعة. سلط الضوء أيضا على بعض الخلل في العلاقة بين الحكومة وبين التحالف العربي ينبغي أن يصلح. أيضا ألقى بأضوائه على نوع من التباين الموجود ربما وغير المعلن بين أعضاء التحالف العربي، أيضا هذا يجب أن يتم تدارسه ويجب أن يتم بحثه بشكل واضح، ما الذي تريد الإمارات، ما الذي تريد المملكة العربية السعودية، ما الذي تريد الحكومة الشرعية. أيضا الحكومة الشرعية في هذه الجزئية كانت يعني لأول مرة ترفع سقف صراحتها وتكون واضحة بتصريحات لنائب وزير الخارجية، أيضا وزير الداخلية الميسري صرح تصريحات واضحة. إلى أي حد برأيك عبرت هذه التصريحات عن الموقف الحالي بالنسبة لليمنيين؟ هو يجب أن تصاغ التصريحات في سياسات، بمعنى أنها لا يجب أن تكون تصريحات عاطفية وانفعالية في لحظة راهنة ثم انتهاء هذه اللحظة، لا، يجب أن هذه منها محددة واستراتيجيات معينة يتم على أساسها التعامل في التخاطب مع الإمارات أو في التخاطب مع المملكة العربية السعودية، في التخاطب مع التحالف ككل، بمعنى أنه يجب أن تكون أحداث عدن فرصة لمراجعة الذات ومراجعة الموقف ومراجعة الأهداف. يعني لماذا التحالف موجود في اليمن؟ يجب أن يراجع التحالف نفسه مقارنة بأهدافه، ما الذي تحقق منها، وهل الآليات التي تعمل حاليا التحالف العربي
عسكريا وأمنيا وسياسيا، هل هي تخدم الهدف المرجو من إعادة الشرعية؟ وهل ما جرى في عدن يخدم هذا الهدف؟ أيضا الحكومة الشرعية، هل أداؤها وعلاقتها مع التحالف العربي هي علاقة طبيعية أم أنه ينبغي إعادة النظر في هذه العلاقة؟ هل ينبغي أن تظل الحكومة الشرعية معتمدة كليا على التحالف حتى على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والسياسي، أما أنها يجب أن تأخذ زمام المبادرة وأن تعود الأمور لما كانت عليه في البدء عندما بدأت عاصفة الحزم؟ كانت الحكومة وكان اليمني هو الذي يتولى الصدارة بيننا، يعطي التحالف المظلة، وهذا هو الوضع الطبيعي. اليمنيون هم أدرى سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا وميدانيا وأمنيا، هم أدرى بالأوضاع، ويجب أن يكونوا هم الذين يأخذون زمام المبادرة، ويبقى دور التحالف إعطاء المظلة العسكرية والغطاء الجوي والمظلة السياسية والمظلة أيضا الدبلوماسية والدعم المالي والإعلامي. هذه الأوضاع الطبيعية. أما أن نقلب الأوضاع ونجعل العرب قدام أو أمام الحصان، فهذا يعني أن نجعل التحالف يتحمل كافة التفاصيل التي كان ينبغي أن تتحملها الحكومة اليمنية، وهنا مكمن الخلل. لا، يجب أن تصحح العلاقة. ما يقوم به اليمنيون يجب أن يقوموا به، ما يقوم به التحالف ينبغي أن يقوم به، وهنا يمكن ضبط العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية على هذا الأساس. ما هو واجب اليمني وما هو واجب شقيقه العربي، أو ما هو واجب شقيقه العربي في التحالف. هناك ضغوط من قبل الحكومة أو المملكة العربية السعودية لإقامة اجتماع في جدة في الفترة القريبة القادمة، يجتمع جميع الأطراف المعنية بالأمر في مدينة جدة السعودية. كتوقعات لمخرجات هذا الاجتماع، ما الذي تتوقعه؟ أنا أعتقد أنه سيخرج بربما يعني شراكة، نوع من الشراكة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. وفي الحقيقة أنا كرأي شخصي، أنا لا أنظر للمجلس الانتقالي كما أنظر للحوثيين. الحوثيين صحيح. هم بيت الداء، بل كانوا في الصفوف الأولى حين المشكلة. نعم. هم المجلس الانتقالي وما جرى في عدن هو 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 بمثابة نتيجة من نتائج الانقلاب في صنعاء. لكن المجلس الانتقالي أنا أعتقد أنه يمكن أن يصار إلى تفاهمات سياسية معه، لأنه في الأخير يمكن أن تتعامل معهم على أساس سياسي وليس تيار مؤدلج دينيا أو عقديا. أو هذا ما أردت أن أقوله، لا يمكن أبدا أن يكون المجلس الانتقالي كالحوثيين، لأن الحوثيين جماعة تدعي الاصطفاء، تدعي صحيح. أنها مختصة بحكم اليمن، تدعي أن الله أمر المسلمين واليمنيين بطاعة عبد الملك الحوثي. هذه الشعارات ليست لدى المجلس الانتقالي، وبالتالي المجلس الانتقالي لديه أجندة سياسية، لديه أجندة في السلطة، لديه أطماع في الثروة، وهذا حق. لكن من هذا المنطلق يمكن أن نتفاهم سياسيا على أساس نوع من تقارب الخطى والوصول إلى حل وسط فيما يخص تقاسم الثروة والسلطة والصلاحيات على أساس سياسي. المشكلة في صنعاء، في الذين يدعون أنه لا يمكن أن تشاركهم لأنهم هم أهل الحق في السياسة، وهم أهل الحق في الإمامة، وهم أهل الحق في جمع الأخماس والأسداس والأحشار والزكوات، وبالتالي لهم السلطة والثروة، وما عليك إلا أن تشاركهم في تنفيذ البرنامج الذي رسموه هم. أما المجلس الانتقالي في الأخير هي جماعة سياسية، أو يمكن أن تحول إلى حزب سياسي، يمكن الأخذ والعطاء معهم على هذا الأساس. نعم، الدكتور محمد جميح المحلل السياسي وسفير بلادنا في اليونسكو، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. أختم بما ختم به الدكتور محمد جميح، حيث أنه لا يمكن مقارنة المجلس الانتقالي الجنوبي بميليشيات سلالية تدعي أن لها حق إلهي بالحكم، لا مجال للتفاوض معها، ولا يوجد أي مرونة مع ميليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح والسلاح فقط. هناك يعني بشائر خير للوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، وتعود الأوضاع إلى ما هي في العاصمة المؤقتة عدن، ويتوحد الجميع في مترس واحد ضد هذه الميليشيات الإنقلابية السلالية. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، وألقاكم الأسبوع القادم.